الندوة التي سنقيمها اليوم وهذا النشاط بشكل عام هو يدخل في إطار ذكرى تأسيس الكدش الكونفدرالية الديمقراطية للشغل التي مر على تأسيسها عقود منذ نوفمبر 1978 حتى اليوم، والموضوع سيكون حول أي دور لعبته الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في إحقاق الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للطبقة العاملة وبصفة عامة للشعب المغربي. ما هي النضالات التي خاضتها هذه النقابة، وبالخصوص لأنه الآن ربما الأوضاع تغيرت، بالخصوص ما بين 1979 و 1990، طبعا مرورا ب 1981 و 1984، وحضورها القوي خلال هذه اللحظة في تأطير طبقة العاملة من جهة، وفي الدفاع على حقوقها الاقتصادية والاجتماعية من جهة أخرى، وأيضا دورها في المجال السياسي الوطني، لأنه لا يمكن أن نفصل ما هو نقابي اقتصادي واجتماعي عن ما هو مرتبط بالسياسة في البلاد بشكل عام وبشكل خاص، قضايا المرتبطة بحقوق الإنسان. ما دامت الحقوق الاقتصادية والاجتماعية جزء أساسي مكون أساسي من حقوق الحريات، فإن الدفاع كذلك عن حقوق ذات الطابع المدني والسياسي يدخل في هذا الإطار. فإذا المداخلة ستتركز حول أن أي انتهاك للحقوق الاقتصادية والاجتماعية يتبعه حتما انتهاك للحقوق المدنية والسياسية. حينما ينتهك حق من هذه الحقوق نقوم باحتجاجات، بتجمعات، بتظاهرات، تتدخل القوات العمومية لتشتيتي، لتفريقي، لقمعي هذه التظاهرات فتسال الدماء، فنضرب نتيجة لغياب حق من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مثلا حق في الشغل أو يعني الحق في التطبيب وفي التعليم وما شابه ذلك، فنضرب نتيجة لهذا الغياب حقا من الحقوق المدنية والسياسية، وهو حق الاحتجاج، حق التظاهر، حق التجمع، حق الوقفات الاحتجاجية. فإذا هذا هو الإطار اللي يمكن تمشي فيه هذا. ولا سمحتي لي يا أستاذ، يعني الفترة اللي غتكلم عليها هي صراحة فترة مشرقة من في الكونفدرالية الديمقراطية الشغل. حاليا واش نفس الدور ما زالت يعني ممكن الكونفدرالية تقوم فيه مستقبلا في ظل هذا المخاض السياسي، في ظل هذه الأجيال اللي تبدلت العقليتها، في ظل تغير اللعبة السياسي؟ أنا في تقديري أن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ستبقى نقابة مناضلة، ولا يمكن أن نتجاوز العمل التنظيمات النقابية، على الرغم من وجود هذه ما يسمى اليوم بالتنسيقيات، فإن العمل النقابي لن يقوم به إلا أولئك الذين تمرسوا على ممارسة هذا العمل، لأن العمل النقابي هو يقتضي الدربة، يقتضي أن تكون هناك كفاءة، يقتضي أن تعرف دروب ودهاليز هذا العمل، فبالتالي لا يمكن أن نستغني عن النقابات. وأعتقد أن السيديتي، بل أجزم أن السيديتي لها دور مستقبلي قوي جدا، وأهم هذه الأدوار التي يمكن أن تقوم بها هي أن توحد العمل النقابي من جديد، لأن لاحظنا أن اللحظات التي تم فيها توحيد العمل النقابي كانت هناك قوة للحركة، وعطيت للحركة النقابية أهمية كبرى، وبالخصوص منذ 1990، وهذا تاريخ مرجعي لا بد من استحضاره دائما حينما نتحدث عن العمل النقابي. لما توحدت النقابات وتكاتفت وتكتلت يعني أعطت أشياء كثيرة في هذا المجال ديال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية. فبالتالي أتصور أن اليوم
الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عليها هذا العيب، ولها كل إمكانيات للقيام بذلك من مصداقية ومن تاريخ نضالي مشرق، وبالتالي نتطلع إلى المستقبل من أجل أن تقوم من جديد هذه النقابة بهذا الدور الأساسي والجوهري للحركة النقابية في المغرب، بمعنى أن تم أن تسعى إلى توحيد الحركة النقابية في المغرب. طبعا اللقاء دي اليوم هو الذكرى، مناسبة تخليد الذكرى السنوية لتأسيس الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وهذا اللقاء دي اليوم هو تتمة دي اللقاء الندوة للجزء الثاني. الجزء الأول درنا في الذكرى الثانية دي الوفاة فقيد الطبقة العاملة نبير الأموي في نهاية شتنبر، اللي فيها دراسة أكاديمية علمية حول الفكر الأموي، فكرة الكونفدرالية الديمقراطية. ما يمكنش فصلوا بين الأموي وبين لاسيديتي. طبعا في الشق الأول، الجزء الأول من الندوة، ناقشنا القضايا المتعلقة، القضايا الدستورية، حضور الدستور، الخطاب الدستوري والدستورانية في فكرة الكونفدرالية من خلال النصوص اللي أنتجتها الكونفدرالية واللي جمعناها، وكذلك الموقف كل القضايا من القانون، من إصلاح القوانين، يعني تم إعمال الآليات دي العلوم السياسية في النص، النصوص الكونفدرالية دار أسدى جامعيين. وبقى لنا الشق ديال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وحضورها في فكرة الكونفدرالية. طبعا المركزية لسيدتي مركزية عمالية نقابية، مركزية نقابية عمالية، وكتدافع على المصالح ديال العمال وديال الطبقة العاملة، وطبعا هي مهتمة ولصيقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية. والكونفدرالية هي تنتمي اليسار، اليسار واليسار هو مرتبط بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية. وأغلب الحركات اللي عرفها المغرب عرفها على قضايا اقتصادية واجتماعية. كل الحركات سواء حركة الريف أو حركة سيدي إفني، كل الحركات اللي عرفها المغرب المطالب هي من الأساس مطالب اقتصادية واجتماعية. وحتى الحراك اللي كيعرفوا التعليم اللي كاين الآن، الأساس ديالو مطالب اقتصادية ومطالب اجتماعية، إضافة إلى المدرسة العمومية والقضايا المدرسة العمومية لأنها تاي في العمق. هاد الأكاديمية هي أكاديمية مدينة بركة للدراسات الاجتماعية والثقافة العمالية، هي مركز بحثي أسسته الكونفدرالية بغية يعني الدراسات الاجتماعية والثقافة العمالية، خاصة الشق الثاني اللي حرص الكاتب العام الأستاذ عبد القادر الجزائري على الثقافة العمالية، لأن بقات أصبحت تنداتر ماشي فقط غير عندنا في المغرب لكن حتى عبر العالم، نظرا للتغول ديال النيوليبرالية والرأسمالية المتوحشة. وبالتالي هذا الشق ديال نشر الثقافة العمالية بالنسبة للأكاديمية المركة مهم. والأكاديمية عقدت شراكات مع مجموعة ديال المؤسسات البحثية بحال مركز دراسات الأبحاث في الحلول الاجتماعية اللي كيترأسه الأستاذ عبد الله صعف، وعندنا معهم إصدار مشترك مهم جدا هو المغرب زمن كوفيد، مهم جدا أصدر، وربما هي أول إصدار اللي صدر ديك السنة بعد ثلاثة إصدارات مع مراكز أخرى كيناقش الأوضاع ديال المغرب في 19 كيفاش تعامل المغرب مع كوفيد 19. هي دراسة اللي هي رصينة موضوعية كاينة في المكتبات وكاينة في الأكشاء.